على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السائل بقول نسمع في بعض الصحف اليومية بأن المملكة العربية السعودية قامت بمنع كتب سيد قطب وحسن البنا والترابي. طيب هذا القرار صدر من المملكة العربية السعودية، وصدر هذا القرار قبل أيام محددة، والقرار اللي صدر بحظر مجموعة من كتب الإخوان المسلمين عدد 80 كتاب، منها مؤلفات لسيد قطب، منها مؤلفات لحسن البنا، ومنها مؤلفات لحسن الترابي السوداني، ومنها مؤلفات لأبي الأعلى المودودي، ومنها مؤلفات لعبد القادر عودة وغيرهم من الإخوان المسلمين. وهذا القرار اللي أصدرته المملكة العربية السعودية قرار صائب وسليم، قرار صائب 100%، وهذا من حماية الدين كما قال الإمام الماوردي عليه رحمة الله في كتاب الأحكام السلطانية، قال من واجبات الحاكم صيانة الدين وسياسة الدنيا، هذا من واجبات الحاكم. لذلك لما قامت المملكة العربية السعودية بمنع هذه الكتب ده كان من حماية أديان العباد ومن حماية الأنفس. ليه الكلام ده؟ ليه؟ لما انت تراجع الكتب دي ذاتها، الكتب المكتوبة التي منعتها الحكومة السعودية، تجد فيها كتاب ككتاب العدالة الاجتماعية، كتاب العدالة الاجتماعية لسيد قطب. هذا الكتاب في آخر صفحة يقول المؤلف إن وجود الإسلام قد توقف، المؤلف سيد قطب، ويزعم في الكتاب ده جوه إنه ما في إسلام ولا في مسلمين. قال وإن كان كثير منهم يردد على المنابر لا إله إلا الله، قال فإن وجود الإسلام قد توقف، ما في إسلام. فحكم سيد قطب على المجتمعات الموجودة في الأرض كلها، كل المجتمعات الموجودة في الأرض حكم عليها سيد قطب بأنها مجتمعات كافرة، كما حكم عليها أيضا في كتاب اسمه معالم في الطريق، معالم في الطريق، الصفحة من 98 لحد 100، بتكلم على عن المجتمعات الجاهلية. قال والمجتمعات، المجتمع الجاهلي هو كل مجتمع غير المجتمع المسلم. شوف الزول ده خطر كيف، أي مجتمع قال غير المسلم، قال ويدخل في إطار المجتمع الجاهلي كل المجتمعات الموجودة في الأرض فعلا. معنى الكلام ده شنو؟ معناه ما في إسلام، ما في، أعني ما في مسلمين، كفر المسلمين الموجودين كلهم سيد قطب. لذلك اعترف الدكتور القرضاوي، وده من الجماعة اللي منعهم برضو، منعتهم الحكومة السعودية الكتب بتاعتهم ما بتتباع تاني هناك ولا بتلقى ذاته. كويس، القرضاوي عنده كتاب اسمه أولويات الحركة الإسلامية، الصفحة 112 113، قال اعترف بحقيقة خطرة جدا، ودي حقيقة كثير من الناس ما عارفينها، إنه المجتمعات التكفيرية والمجموعات التكفيرية زي داعش وجبهة النصرة والشباب بتاع الصومال وتنظيم القاعدة بتاع بلادن وبتاع أيمن الظواهري، ناس جبهة النصرة وغيرهم، المجموعات دي كلها، يعترف القرضاوي بأنه هذه المجموعات خرجت من كتب سيد قطب، من المؤلفات بتاعته. عشان كده المنهج ده لما أدركت الحكومة السعودية جزاء الله خير ووفقها إنه هذا المنهج يمثل خطر على الإسلام، يمثل خطر
على المسلمين، يمثل خطر على الدماء، لأنه الليلة الناس عايشة في أمان. نحن عندنا هنا في السودان الناس عايشة في أمان، لكن خذ في بالك أول ما الفكر ده ينمو ويزيد بيحصل التفجير ويحصل القتل باسم الدين، زي ما الليلة انتم شايفين انهم من داعش بيقتلوا في الأبرياء وبيقتلوا في المساكين اللي ما عندهم ذنب، حييجوا يقتلوا عندك في البلد دي هنا. والسبب جاء من وين؟ الكلام ده كله جاء من وين؟ جاء من الكتب. الكتب الخطرة الآن موجودة عندك في المكتبات، موجودة في مكتباتنا هنا قاعدة. أمشي الدار السودانية في شفت حتة كبيرة جدا عبارة عن ضلفة كاملة من المكتبة، رف كامل ده كله في كتب سيد قطب، مليئة بكتب سيد قطب. عشان كده هذا القرار الموفق اللي اتخذته الحكومة السعودية ده قرار، وجا في وقته كمان، جا في وقته لأنه الناس في الوقت ده بالذات عرفت خطورة هذه الجماعة المسمى بجماعة الإخوان المسلمين. ونحن عندنا هنا بفضل الله في البلد دي الرئيس طلع إدانة لجماعة الإخوان المسلمين. نحن عندنا الشغلة دي الحمد لله ذاته هنا عندنا تمام، ها عشان ما تخاف ساي تتلاوز، لا لا لا، نحن رئيسنا ذاته هنا طلع إدانة موجودة، أمشي راجع الصحف بتلقاه الكلام ده، إدانة لجماعة الإخوان المسلمين لأنها جماعة بترعى الإرهاب، وهي في حد ذاتها امتداد للخوارج. الناس اللي قتلوا زمان صحابة وقتلوا تابعين وسفكوا دماء الأمة في القديم ديل منو انتقالهم؟ ديل الآن الخوارج زمان وجماعة الإخوان المسلمين اليوم. عشان كده قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى، قال جماعة الإخوان المسلمون هم خوارج القرن العشرين، ديل الخوارج بتاعنا الزمن لسه ده. عشان كده تعرف السعودية هناك الدوم في القرار كمان، ودار نقطة عجبتني جدا من النقاط الجميلة في القرار، قالوا تسلم الكتب لو عندك في المكتبة بتاعتك كتب بتاعت أخوان مسلمين، قالوا تسلمها في فترة أقصاها أسبوعين، تسلمها براك. أنت قال ده لك بيلعبوا معاك كمان؟ تقول لهم لا ما بسلم، بتقدر؟ ما بيلعبوا معاك، في سيف هناك، أنت عارف السيف؟ تقعد تعمل فيها إنه أنا ما الحكومة دي ما عندي ما شغلة، وبتركب راسك في سيف. والله ده لك ولا بيلعبوا لك، بيرقدوك أرقد. دوك سيف في راسك ده. قول لك سلم الكتب دي جيبها براك بيدك. تعمل لها فانا اخو مسلم ومخلص وحسن البنا وده اللي علمنا، علمك ولا ما علمك؟ جيب الكتاب هنا، تسلم الكتاب وتجيبه براك، لانها كتب ما نافعه، كتب ما نافعه. كتاب حسن البنا مذكرات الدعوه والداعيه، انت قالوا كتاب بتاع توحيد ولا عقيده؟ مذكرات الدعوه والداعيه من الصفحه 21 وانت ماشي لحد 31 كله بيتكلم عن صوفيه حسن البنا. صوفي انت؟ راجلك صوفي يقدم دين؟ صوفي حسن البنا تابع للطريقة الحصافية، تابع للطريقة الشاذلية، تابع للطريقة القادرية. دي اول واحد جابه في اول طريقة خشت هنا، اول مجرم انحشر في السودان ده هنا قادري اسمه تاج الدين البهاري، وده في النهاية حسن البنا تابع لهم. حسن البنا قال بنمشي لمنطقة دمنهور في مصر، بيمشي للقبور هناك قبر البدوي، فهمت؟ بيمشوا قال بيتمسحوا عند القبور، وقال بيقعدوا في الحضرة. انت عارف الحضرة دي شنو؟ عشان تعرف حقيقة جماعة الاخوان المسلمين. ولذلك فشلت في العالم هذه الجماعة، في العالم كله فشلت وما قدمت حاجة. تخيل معي، قال حسن البنا كويس، قال الحضرة النبوية، قال بيجي فيها النبي، يا زول النبي يجي يقعد معاكم؟ انتم مساكين ولا شنو؟ النبي ده كان قام معناه القيامة قامت، لأنه قال أنا أول من ينشق القبر عن جمجمتي يوم القيامة. قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم بيجي بيقعد معهم قال في الحضرة، يقول ده الأبيات بتاعته، قال هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر. ويا ريت لو وقف على كده، يعني لو قال النبي جانا ساي بس جاء ما عليك دي كذبة، لكن شوف الجريمة داري يجيبها لك بعديها. قال هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل،
سامح الكل فيما قد مضى وجرى. دي مش قاعدة النصارى ذاتها، يقول لك الأب يعفو عنك سكوك الغفران. عشان كده التربية بتاعت حسن البنا ديل من صوفية وغيرهم فاتح ودبرعي ومعاول لزيرك الآن مع أوباما هناك مصورين كده. تخيل شفتهم صورة في اللناي ديل قاعدين مع أوباما، لأنه العقيدة واحدة عقيدة قاعدين مع أوباما. تخيل معي هناك مع النصارى ومصورين جنب البيت الأبيض كده كلهم صفين كده. يا زول والله ده تقول بتاع مازين بي، بس مصورين صفين كده ده قاعدين. يا ناس ده دينكم دينك مع أوباما؟ ومن زمان انت يا صوفي ما افتكرك فينا. محمد عبد الوهاب مستر هنفر ودرسكم اليهودي. اها أوباما ده صحابي شهد بدرا. بلاش كلام فارغ، ده ما بقدموا دين. شكرا للسعودية على القرار بتاع ده، شكرا للمملكة العربية السعودية على القرار ده انه طفشت كتب الاخوان المسلمين. السلام عليكم.